إن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف. الحج عرفة يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قدر أن صغيرا حج مع أبيه وهو مقارب للاحتلام، في يوم الثامن احتلم بلغ، أو العبد قال له سيده اذهب فأنت حر في اليوم الثامن، يعني قبل عرفة، خلاص هذا يكون حجه حج البالغ، ويكون حج العبد أيضا حج الحر، فلذلك تجزع عن حجة الإسلام.